فما حصدتم
بسم الله الرحمن الرحيم.
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون يا أخت حولة استعيني بالله واذكري معاني المفردات الآتية يقول تبارك وتعالى قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم فتح الله عليكم ما معناها حكم به أو قصه عليكم صحيح وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ما معناها فلا تمنعوهن صحيح فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بمفازة صحيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ألقي على المقتول شبه عيسى صحيح وأرسلنا السماء عليهم مدرارا غزيرا متابعا بلا إطرار مدرارا غزيرا كثير الصوت صحيح وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر آخرهم والأول جميعا صحيح أهلكنا آخرهم والمراد الجميع صحيح حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ما معنى وهم صاغرون يقالون أذلة الحكم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق معنى مبوأ صدق
وجعل لكم من الجبال أكنانا أكنانا وفي عهد السجن فيها الديوان فأخلفتم موعدي نما أنا موعدي وعدتني بالثبات على ديني صحيح وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ما معنى لناكبون لعاجلون عن الحق الزائرون صحيح فظلت أعناقهم لها خاضعين ما معنى أعناقهم؟ جماعتهم أو رؤساؤهم ومقربون صحيح أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أن يعجزونا ويفوتون صحيح هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا اختبروا بشرائر وبحسن صحيح إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ما معنى كلمة فهم مقمحون ورفعهم انصباط الأبصار صحيح والشياطين كل بناء وغواص أي في البحار لاستخراج نفائسهم صحيح فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون التسبيح صحيح السؤال الأخير إلى أخت حولك يقول تبارك وتعالى في سورة الفتح ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار هذه الآية فيها الفاعل وفيها مفعول به لكن استثناء قدم المفعول به وأخر الفاعل فأين الفاعل المؤخر وأين المفعول به المقدم سمعت الآية جيدا تعرفين الفاعل والمفعول به صحيح فمن العادة أو أصلا الفاعل هو الذي يأتي في الأول صحيح؟ مثلا قتل زيد عمرا زيد هنا هو الفاعل صحيح؟ طب والمفعول به يأتي بعد الفاعل فهنا استثناء تغيرت القاعدة فجاء المفعول به أولا ثم الفاعل ثانيا ففي الآية فأين المفعول به الذي جاء أولا وأين الفاعل الذي جاء بعد المفعول به فأين المفعول به المقدم وأين الفاعل المؤخر الذي له مفعول به ولو قاتلكم الذين كفروا حاول طيب هنا الفاعل المؤخر مفعول به مقدم هو قاتلكم
هو المفعول به المقدم، والفاعل المؤخر هو الذين كفروا، أي الذين كفروا قاتلكم أو قاتلوكم. بارك الله فيك وفتح عليك. ثم تأتي الذين أنت وشي ومباسدين كالمؤمنين هذا ما أستيسر الذين ما يزال وفي آية أبو آدم رجال آدم.